بما أننا في هذه العشر المباركة عبد الرحمن، وكل منا يحاول بقدر ما يستطيع أن يستجمع قواه ويستلهم الدعوات المباركة، في قصة جميلة جدا عن الدعاء. يقول أحد الإخوة، يقول جاي من السودان، رايح للسودان يمكن شهرين أو ثلاثة شهور تقريبا، للقنص وتمشية وصيد وعلم غانم، هم مجموعة مبسوطين يعني أمورهم طيبة المادية. يقول سبحان الله، بعد ما تمشوا ورجعوا للسعودية، والله ما أدري جاي عن طريق جدة أو عن طريق الرياض ما أدري، لكن سبحان الله يقول هم ماشيين، قال صاحب العزبة القطة اللي معه اللي كان خادمهم في هذا الجانب، قال للربع الآن أنا حسبت المبالغ اللي بقى من المبالغ، بقى معنا 2000 ريال ما شاء الله، إيش رأيك منوزعها عليكم ولا كيف نتصرف فيها؟ قال أحد الإخوة، قال والله رأيي أنك تتصدق بها عنا كلنا. يقول رحنا تمشينا قرصنا أنبسطنا ريحنا، فالآن خل 2000 ذي صدق. قال أخويا الباقيين والله تم، جزاك الله خير، لا بالله الباب خير فتحته لنا. يقول سبحان الله، بين نحن ماشيين يقول شفنا حلال، ما أدري هو إبل أو غنم، قلنا أكيد أن هذا معه راعي، وش رأيكم نعطي هذا الراعي عدل عليه ونعطيه، الله أعلم أنه بعيد من الخط شوي. قالوا أخويا اهتم، فنزلوا من الخط واتجهوا في اتجاه الغنم هذه أو الإبل، ما أدري وش هي عاد، هي إبل أو غنم. يقام قربوا ولا الرجال واقف يصلي، ولما وصلوه وجدوا أنها انتهى من صلاته، ولا الرجال رفع يديه يدعو. يقول سبحان الله وصلنا عنده ولا زال رافع يديه يدعو، سلمنا عليه، قام الرجال وجانا السلام عليكم، عليكم السلام كيف حالكم؟ طلع هذا الرجل سوداني يرعى راعي، قلنا تعال، جاء قلنا تفضل، قال وش هذه؟ قلنا هذه 2000 ريال. قالوا شيله، قلنا والله صدقة لك. قال الحمد لله الحمد لله، اللهم لك الحمد يا رب، الله والله لو طلبتك 10,000 تعطيني، والله لو طلبتك 10,000 تعطيني، والله لو طلبتك 10,000 تعطيني. احنا ما ادري ايش السالفه، كنا سالفه كوشي. قال امي اتصلت علي قبل شوي من السودان، قالت انا عندي يعني تعب في عيونها وكذا، طلبوا منها مبلغ 2000 ريال سعودي. سبحان الله، 2000 ريال سعودي. قال فاتصلت قالت يا ولدي تكفى دبرني في 2000. يقول رواتبي، قال ارسلتها لعيالي وخلاص ما عندي شيء، ولا اعرف احد حتى استدين منها واستلف منها، ما اعرف احد. ف وقفت صليت ركعتين وجو، ودعوت الله جل وعلا يعطيني 2000 ريال، ما ادري من فين. والله لين عندي فشف راعي وفي بر، ما عندها احد، ما عندها الا البهائم اللي يرعاها هذه، شفت ولا عند احد. قال قلت يا رب يا رب اسالك 2000 ريال، يا رب اسالك 2000 ريال، جيت وتعطوني 2000 ريال. سبحان الله، شف يعني هذا 2000 ريال جاي من السودان، ربع جاي من السودان متمشين وصايدين وكذا. فسبحان الله يا اخواني، اذا كان هذا لما دعا الله جل وعلا استجاب الله له، لذلك قال الله جل وعلا اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء. فنحن في هذه الايام العشر المباركه ينبغي لنا ان نستغل الفرصه. والله كم واحد يتمنى هذه العشر لكن ماتوا، والله كم واحد يتمنى هذه العشر لكن مريض، لا والله كم واحد يتمنى هذه العشر لكن حيلة بينه وبينهم. فنسأل الله أن يعافيكم. أبغى أختمها بعد بقصة.